الشعور ما فيش شعور من لحد الان مش قادره اوصف شعوري. يعني شفت الموت بعيني، شفت عائلتي تبي تموت قدام عيني. نبي ندير اي حاجه يا رب، ما عنديش في لساني غير كلمه يا رب يا رب يا رب، نجي لي عيالي وزوجي يا رب يا رب، نشوف فيهم بيموتوا قدام عيني. شفت الموت قدام عيني، نبي ندير اي حاجه. ما لحظه يعني مهما نحكي لك ما نقدرش نوصف لك الشعور اللي نحن شعرنا به. مش قادره نعبر، حتى اللي حاسه بيه مش قادره نعبر بيه، مش قادره نعبر من اللحظه اللي انا حسيت بيها. مش قادره نعبر لعند الان، مازلت تعبانه، مش قادره ندوي، مش قادره نرقد، مش قادره نتريح. يعني حلم سنين انا وزوجي خطوه بخطوه، ربت عيالي، فرحانه، عندي فرح ابني، كل ده انتهى في لحظه، انتهى في لحظه. الحمد لله، الحمد لله على كل حال. لقينا الجثث، جيران، أصحاب، ما قدرش نوقف الموقف. فقدنا الزراعة، فقدنا المية، فقدنا سياراتنا، فقدنا الدنيا كلها. ذاك انا مع اخوتنا اللي في دارنا مرينا شيء بك. هذا هاي فوق منه 30 نفر، اربع عائلات كانوا قاعدين يرجوا في رحمه ربي لفوق بس، وبعد تلح به ماذا؟ شوف شوف كتينه مسلح ضحت. الاراضي سببها الانجراف، السي لحظه، جرف الوادي هذا بالكامل. لا عاد فيه تو ولا طريق، لا فيه ضي، لا فيه مي. انا نقصت من المي، ما عنديش مي. تمام. الارض هذه تو كانت خصبه، وكان تو كانت زراعيه، قمح، شعير، تمام. اضرار ماديه كلها، بشريه ما عندناش، فضل من الله سبحانه وتعالى ما عندناش بشريه. تشيل انت ليبي مقسم قدامك تبكي، ما تقدرش، لكن الله غالب تبي تتحمل وتشيل. يعني ما عندك شي تدير، الله غالب قدامك واحد مقسوم اثنين تبي تشيله، مقسوم اثنين ايش تبي تدير؟ الله غالب شيله وخلاص. يعني اظن الشباب هم تكلم عاد، اظن من طرابلس جايين 1500 كيلو راه، اظن من طرابلس. هناك بعض الحالات المرضية التي نتيجة التضرر المستشفى درنا لا يمكن معالجتها، خاصة الحالات الحرجة التي تعاني من أمراض مزمنة ويتم نقلها لأقسام العناية الفائقة وهي موجودة وهي بحالة جيدة. ساعدنا